سيعتبره القانون الجزائري مرضا عضويا يحتاج الى تكفل خاص من طرف الاطباء والمختصين. ممكن قياسا على ما هو معمول به في دول العالم قضيه الكونسوماسيون تولي مرض روحوا نعالجوك. اهل القانون اعتبروا تصريح الوزير تمهيدا لرفع التجريم عن جنحه حيازه المخدرات بغرض الاستهلاك. ربما الحكومه تفكر في رفع التجريم على جنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك المنصوص ومعاقب عليها بالمادة 12 من الأمر 04-18 واللي تعاقب من شهرين إلى سنتين. إذن الحكومة تفكر في رفع التجريم عن هذا الجنحة واعتبار الشاب المدمن على المخدرات أنه في حالة مرضية. لأن ردع المدمنين لم يعد يجدي نفعا في الحد من الظاهرة، بات من الحتمية توعيتهم والتكفل بهم بدل الزج بهم في السجون. يعني يستهلك المخدرات وبالتالي بات من الضروري والسجون تعج لهؤلاء الشباب، بات من الضروري في التفكير بآلية أخرى للوقاية لأنه الردع وحده لم يعالج هؤلاء الشباب. الناشطون في مجال الطب رحبوا بالتوجه الحكومي. رحبوا بالتوجه الحكومي. هم وقال لك هذا معمول به في دول العالم. أولا هذه كذبة كبيرة، قضية عدم تجريم الحائزين على المخدرات معمول في دول العالم، لا هذا مش صحيح. بعض الدول اللي تتجه لعدم تجريم المستهلكين لنوع بعض أنواع المخدرات، يعني ما هيش المخدرات الصلبة كما تسمى. الجماعة قلنا عدة مرات يعني اللي دخل المخدرات للجزائر هم رؤوس العصابات، كبار الجنرالات، كبار عناصر الشرطة، كبار عناصر الدرك، بعضهم يعني مش كلهم، وبعض الطرابانديست اللي على الحدود بتعاون وحبوا الآن ينحوا التجريم باش البضاعة نتاعهم تمشي أكثر، ويقولوا الناس يروحوا يشروا المخدرات بدون مشكل، كي يلقاو عنده يقولوا انا هذا الاستهلاك نتاعي. فهذا هو التفكير اللي عندهم. طبعا الدول اللي قامت بعدم التجريم اولا اوجدت المصحات، بحيث انه يلقاو عندك المخدرات اوكي ما يدخلوكش للحبس، لكن يدخلوك الى مكان وين يعالجوك من الادمان، واصلا يشوفوا اصلا الى انت حقا مدمن وتحتاج علاج ولا انت انسان مخدرات تستهلكها وربما حتى تتورط فيها تبيعها وتشتريها إلى آخره. إذن قضية المخدرات لبعض الدول اللي مشات في هذا الاتجاه في الحقيقة مرت على مراحل طويلة، وأهمها وجود متخصصين، وجود مستشفيات، مراكز للقضاء على الإدمان، مش فقط هكذا. لكن هذه الطريقة الآن بمعنى أنه أوكي عندنا مشاكل في الحليب وفي الزيت وفي السميد، ما كاش مشكل نكثروا لكم المخدرات، تولي ماهيش جريمة، تولي تتباع وتتشرى عادي، يولوا الناس حتى يتكيفوها في الشوارع وفي الديار عادي. يعني لماذا؟ لأن المسيطرين على البلاد وعلى أمن البلاد راهم يدخلوا فيها بالأطنان، بعشرات الأطنان. هذه واحدة من الجرائم الكبرى نتاعهم، عندما يرفع التجريم يجب قبل ذلك أن توجد مجموعة شروط، من أهمها وجود المتخصصين والمصحات والمستشفيات، ووجود سياسة كاملة تعمل على القضاء على المخدرات، ثم نتجه إلى أن المستهلك الصغير نعتبره ضحية إدمان. أما الظروف اللي رانا فيها فهذا فقط يعني أن المخدرات تصبح تباع بدون أي إشكال، وبدل ما راهي الآن عندنا ملايين المستهلكين ربما نلقاو بعد أنفسنا في 15-20 مليون مستهلك. هاي الكوارث تاع هاد العصابات، ويجيب لك اللي يبرر له، يقول لك إيه ورفع التجريم ولماذا نسجن اللي يستهلكوا المخدرات هذه كلها نتيجة من نتائج حكم المافيا العسكرية، حكم المخابرات الإرهابية.